هل اعتدت الوقوف في الكمين اللي تم القبض فيه على موكلي، ولا وجودك في الليلة دي كان بشكل استثنائي؟ لا، وجودي في الكمين ليلتها كان بخصوص إخبارية المتهم تاني. متهم تاني؟ تمام. حضرتك تعرف موكلي شكلاً؟ أيوة أعرف. موكلي أكد لي أنه اعتاد المرور على الكمين ده كل ليلة وهو راجع بيته من شغله في المحطة. يعني أقدر أفترض أن كل اللي كانوا موجودين معاك في الكمين كانوا عارفينه وعارفين عربيته. أيوة طبعاً عارفين. طب وهل سبق أن حد من أفراد الكمين قام بتوقيف موكلي وتفتيشه قبل كده؟ معرفش، جايز. طب ممكن تقول لنا يا حضرة الضابط إيه اللي حصل ليلتها خلاك توقف موكلي وتقوم بتفتيش وتفتيش عربيته؟ إحنا شكينا إن المتهم تحت تأثير مواد مخدرة، ولما فتشنا العربية لقينا فيها مشروبات كحولية وورق بفرة وسجاير حشيش. كل ده أنا عارفاه، بس كل ده يا حضرة الضابط ظهر بعد ما فتشتوا العربية مش قبلها. ومش كده وبس، تقرير الأدلة الجنائية يا ريس بيؤكد إن زجاجة الخمر اللي تم إحرازها كانت مقفولة بغلاف المصنع، وتقرير الطب الشرعي أكد خلو جسم موكلي من أي أثر للكحول، ودفتر البفرة كما هو مكتوب في محضر الضبط كان موجود في محفظة موكلي. وما ظنش إن حضرة الضابط مهما كانت مهارته وفراسته قدر يشوف دفتر البفرة اللي في المحفظة اللي في جيب موكلي اللي جالس في عربيته وهو واقف في الكمين. أما سجاير الحشيش فالمحضر بيقول إن موكلي لم يكن يدخنها وقت القبض عليه، بل كانت موجودة في علبة سجاير داخل تابلوه العربية. يعني موكلي دخل الكمين بشكل طبيعي جداً، والعربية ما كانش فيها أي أثر لخمور أو مخدرات، ولا كان فيه تحريات أو بلاغات ضده. ممكن بقى أعرف حضرتك فتشته ليه؟ المتهم دخل الكمين وهو منور النور العالي، ولما قربت من عربيته فاجئني بسلوك عدائي شككني بزيادة. يعني إيه سلوك عدائي؟ حدد كلامك من فضلك. المتهم كان بيرد بطريقة عنيفة، ولما قربت من إزاز العربية لمحت إزازة الخمرة الموجودة على الكنبة ورا، فطلبت من المتهم إني أشوف الرخص. وهو بيفتح المحفظة عشان يطلع الرخص شفت دفتر البفرة اللي شككني بزيادة برضه، فقررت إن أنا أفتش العربية. يا ريس الشاهد بيناقض نفسه، ازاي بيقول ان موكلي كان بيتعامل بسلوك عدائي وفي نفس الوقت اللي بيقول فيه انه لما طلب الرخص من موكلي طلعها من المحفظه ببساطه؟ وبعدين اذا سلمنا ان الشاهد شك في موكلي، ادعي انه يطلب منه الرخص رغم اقراره السابق وتاكيده على انه كان على علم بشخصيه موكلي وعارف ومتاكد ان العربيه دي عربيته. يا سياده الرئيس، كلام الشاهد لحد دلوقتي ما فيش فيه مبرر واحد لتفتيش العربيه الا اذا كان فيه سبب تاني وحضره الضابط مش عايز يقول لنا عليه. إحنا لما طلبنا من المتهم النزول من العربية عشان نفتشها فوجئنا بيه في حالة من الثورة والهياج وهو بيرفض تفتيش العربية، إلى جانب إنه اعتدى علينا بالكلام وهددنا بعلاقاته وكلام فاضي يعني. ولما أصرينا على تفتيش العربية لقينا سلسلة المجني عليها، فطبعاً القبض عليه. حتى لو كان كلامك ده كله صح، فده حصل برضه بعد ما قررتوا تفتشوا العربية، وأنا سؤالي واضح، إيه اللي خلاكوا تقرروا تفتشوا العربية؟ جاوبني من فضلك. خلاص يا أستاذة، النقطة اللي بتتكلمي عنها واضحة. في أسئلة تانية للشاهد؟ نيجي بقى لموضوع السلسلة. ممكن حضرتك تقول لنا أنتوا لقيتوا السلسلة فين بالظبط؟ في الكرسي الخلفي للسواق. وتفتكر إيه اللي جاب السلسلة في المكان ده؟ والله السؤال ده تسأليه للمتهم مش ليا. أنا بسألك عن وجهة نظرك المهنية، بس ما علينا بلاش السؤال ده. يا ريس، أنا بطلب إني أضم الوصل ده لملف القضية. ده وصل بيثبت إن موكلي أرسل سيارته لمحطة البنزين عشان تتنظف في نفس يوم القبض عليه. ودي كمان قايمة بأسماء عمال في محطة بنزين. العمال دول يا ريس هيأكدوا لعدالة المحكمة إنهم قاموا بتنظيف سيارة موكلي ثلاث مرات في الفترة ما بين وقوع الجريمة والقبض على موكلي، وكلهم هيأكدوا لعدالة المحكمة إن ما كانش فيه سلسلة جوه العربية قبل تفتيش موكلي في الكمين،
تضم الأدلة والشهود لملف القضية. اتفضلي كملي. ردك إيه على الكلام ده يا حضرة الضابط؟ ما عنديش رد. إحنا لقينا سلسلة المجني عليها في عربيته قدام عينه، وكان في شهود. وإحنا مش بنشكك في الكلام ده يا ريس، إحنا بنشكك في وجود السلسلة في العربية طول الوقت ده. وضحي قصدك يا أستاذة. التصور الأقرب إلى العقل والمنطق يا ريس بيقول إن السلسلة تم وضعها في السيارة لإلصاق التهمة بموكلي في الوقت ما بين تنظيف العربية في البنزينة وإلقاء القبض عليه. وإحنا ما بنتهمش حد بعينه يا ريس، لكن المنطق بيقول إن في محاولة لإلصاق التهمة بموكلي، وأنا بأدفع ببطلان إجراءات التفتيش والضبط لما شابها من شبهات ومغالطات، وبأطالب بحذف السلسلة المضبوطة في سيارة موكلي من أدلة الاتهام، اعتماداً على إن الدليل يشترط فيه صفة الشرعية، وإن القاعدة القانونية تنص على إن ما بني على باطل فهو باطل. خلصت مناقشة الشاهد ولا في أسئلة تانية؟ لا يا ريس، متشكرة. أنا بس أحب أوضح إن بقية الأدلة اللي قدمتها الشرطة زي كروت الموبايل الخاص بالمجني عليها وشهادة الممرضة فاطمة محمد عبد السلام مش محتاجة لأي تعليق من الدفاع، لأن موكلي أقر بعلاقته بالمجني عليها وإنها كانت زوجته. تقدر تتفضل. شكراً. نوع خير؟ في حاجة نسيت تقولها في المحكمة وعايز تقولها لي دلوقتي؟ أنا لآخر مرة هقولك اللي بتعمليه ده غلط يا نوع، وكفاية لحد كده. وده تهديد ولا أنا فهمت غلط؟ أنا جبت آخري خلاص. أنا اشتريتك لحد آخر لحظة وأنت مصرة بيه، بس بعد كده أنا مش مسؤول عن أي حاجة هتحصل لك.